تصريح من وزارة الخارجية، تصريح في غاية الأهمية الحقيقة. مصر تسبق العديد من الدول في إنفاذ القانون والنظام. صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر بتسبق بالفعل العديد من دول العالم فيما يخص إنفاذ القانون والنظام. وأوضح أبو زيد في تصريحات أمس الأربعاء أن مصر بتسبق العديد من دول العالم في مؤشر مؤسسة جالوب حول إنفاذ القانون والنظام بشكل عام، إذ تحتل المركز رقم 16 من أصل 142 دولة. ولفت أحمد أبو زيد أيضا إلى أن جالوب مؤسسة عالمية لها سمعتها ويعني معروفة، وقد نشرت استبيان في أسئلة حول الثقة في الدولة والشرطة والأجهزة الأمنية ومدى شعور المواطن بالأمن والأمان. أكد أيضا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المصريين يشعرون بالأمن والأمان بالفعل في هذه الفترة، ويثقون في قدرة الدولة على تعزيز الاستقرار، وأن مصر الدولة الأولى إفريقيا من حيث الأمن والأمان، إذ تقوم الأجهزة بدورها في حماية المواطن وتوفير احتياجاته. ده كان بالنسبة ل وزارة الخارجية. نروح لمباحث